وكهذا حب احنا حتى من الوباش يدير ليكول. كثر خيرك هرب ادير ليكول بسبيل الله. الله ماجور عليها. احنا حبينا يعني هاو والله راح تبرع بين ليكولكم ملي تستقامه. الله يعطيك الصحة. استقامات 5 ملايين. راك مقتنع بها ولا ماكش مقتنع؟ لا مقتنع بها. كاين طلبت منك حوايج اذا كان تعاوني فيهم والتزمت الوالي قلت لي بلي نعاونك في هذا التيرا تاع 1300 درت فيه 39 لوجمون. إيه فينالمون كاين طايب في الشمال باش يبدلوا لي اذا كان تقدر طاير باش يبدلوا لي بلاصه ميليتوز فيها ان كونترانت تيراك فيها ان كونترانت. انا نعطيك حاجه وما كاش كل ما اللي هذا سيدي الوالي قال لي فهم التيرمي مودي الكاتب انا خلى لي كون هذا وين هنا ودار لنا كراشي. المعلومه اللي عندي لا لا كراشي سي بس بغيت لا بغيت لازم لا هاني دفعت البيرمي كونسول في الدوام غير انا خبر سيدي المدير لا كراش هل بيريديت لك شبه درتي كراش ما هضرناش ما هضرناش عليها كاع جامي الدولة لا هذه كراش هذه جامي جات حتى في راسي كود الدولة نحيو لو تيران تاع ليكول تاع العمومية هو راح يبني جزاء الله خير درت لنا حاجة باهية مليحة قلنا لك إلا مقتنع دير ليكول إلا ماكش مقتنع قلنا لا سيدي ولي با أنا مقتنع وكا مش مقتنع الله يحفظك بارك الله فيك هانت وراه كاين سبل الخيرات ما تقلقش روحك راح تخدم 5 ملايير تربح 50 مليار إن شاء الله راني نقول لك لا راني نقول لك لا من هذا الباب الآن إيش يا وقتها أريت موديفيكاتيف عيطوا بيرو ديكيب إيش عليك أريت موديفيكاتيف أعطيه الدومين أكت موديفيكاتيف بالنقصان ما يروحش هو يخلص على لي ريدوفونس على أرض اللي هي يونيكول تاع تاع المديرية التربية عنده الحق وقلنا هذا دي نافوا و لو تيرا هذاك اللي اقترحته فيه دي كونترانت نشوفوا لي بوسيبيليتي ليكال دو كومبونساسيون إذا كان عنده أن بي في أن أريتي لا عندي لا ريتي ما كاش ديري في كاين لازم كان ندير خدمه مع الاكسبيرت ندير باش تبدا بالكاس يخرج من هذا يخرج وحده واحد خدمه مع الاكسبيرت بريزون لا لي جي لا ريتي مو دي بكاري نعجلو فيه الوغ لي 150 لوجمون 150 لوجمون اون ا كومبيان دو بلوك قلت لي لا دينيغ فوا وي بلوك سات بلوك كملوا كاين سات بلوك ضرب ان شاء الله بيبي كملوا لو ويتيام راها الميديون كاين 3 بلوك كيما قلت لك هذوك كان عندنا بروبليم تاع اسمو الحمد لله سيريكلي سي بون رانا في الرياض كي خرجنا حلينا مشاكل حليتها ومشكل كي عاد في ليكول والله ما عندي سيدي واجد ما يعان معك وانا ما يعني باش نصارح خويا شوف سيدي وادي باش نصارحك الله يحفظك انا مشكور واحد العام خدمنا مع الولدات اللي فاتوا صدر النيه تاعنا خدمنا بلاك وغط حكموا علينا بالحبس لا 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 راك بك انا بلاك نو حنايا لا سمح لي لا لا باش نصارح خويا راك معنا بك وغط فوالا انا بلاك عندك رخصه بناء ايه عندي رخصه عندك العقد ليكول هذه حنا نويناها وانت راك مشكور سلون لي نورم لاريتي موديفيكاتيف لاكس موديفيكاتيف وجزاك الله خيرا هكذا انا نهار يجي لك نبدا باسكو ما نقول لك حاجه كي تبيع السكنه وعلى بالو بلي ليكول تاع بنيتها والله العظيم غتمد قيمه اضافيه لو بروغرام دي ليكول ما عندكش مشكل مع سي تي سي مع سي تي سي مازال ما درناش مازال ما درناش لا لا نهضر على لي فوي لا 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 ما عنديش مع سي تي سي ما عنديش ما عندك حتى مشكل هنا ما عندي حتى مشكل كواط عندك كواط عندي ليك مودي بيرمي موديفيكاتيف استاذ دوك سيدي وادي باش نفهم باش نفهم حاجه راني في مشكل تاع الدراهم تاع الفيونسمون قال لك ميم في بون جيب البيرمي جيب البيرمي هذا المشكل اللي عندي لي بونك كاع حبسوا لي وسمو قال لك ما حبسوك نعطيوك لو بيرمي موديفيكاتيف لان اي فوندي الغلطه اللي درتها احنا خذينا قرار قلنا لي بروجي دو ليطا هذو رخصه البناء مدها مدير التعمير ثم رحت توا بلدي صح مدوي عباك ما مد بيرمي قبل سيدي خلاص نحاول ولا عندك ولا في الولايه معليش معليش هذه ممكن معلومه ما عندكش على باليش ايه هاك شوف دوك قاعدين ومن بعد البلديه يقول لك انا خاطي والكلاسي الدوسي ما قالوش خاطي انا كي حطيت عطوني لي رسيد ديبو دوك رسيد ديبو وفوتوه على بال لا دوك ما يفوتوا لا دوك هو قاعد هوني يقول لا دوك تاع دي في رحم لا دوك ما معليش دوك نحط نستكمل الاجراءات وقتها نسلموا مفاتيح كم بيان دروج مو حنا تاع 123 لوجمون 123 هذا 123 بربي ان شاء الله راني نقول له 1 نوفمبر الله اكبر حكينا حاجه سيدي وادي قبل ما تقوليش 11 ديسمبر 1 نوفمبر بربي